غدا دلوقتي هتعمل لنا النموره الفلسطينيه، هي شبيهه بالبسبوسه بتاعتنا بس بتحط فيها قرفه، بتحط فيها عين جمل. تبتدي بقى بالمقادير يا غدا. المقادير 3 كوب سميد، كوب ونص جوز هند، كوب لبن بودره، كوب سكر، كوب حليب، كوب زيت سمسم، 2 ملعقه كبيره قرفه، نص ملعقه صغيره بيكنج باودر، 2 كوب شربات، وطحينه للدهن، وجوز للتزيين اللي هو عين جمل. 3 كوب سميد، كوب ونص جوز هند، كوب لبن بودره، كوب سكر، كوب حليب، كوب زيت سمسم، 2 ملعقه كبيره قرفه، نص ملعقه صغيره بيكنج باودر، 2 كوب شربات، طحينه لدهن الصينيه، جوز للتزيين. اولا هم بيستعملوا زيت السمسم بيسموه سيرج، ده غير زيت السمسم بتاع الاكلات الصيني، خدوا بالكم اللي هو الاكل التشاينيز زيت السمسم بتاعه هيغير لي طعم حاجه خالص. زيت السمسم ما لقيتيش زيت سمسم استعملي زيت عادي. بس المهم يتحط نفس المقدار لانه لو قل بتنشف معي. بنحط السميد الاول، كل الحاجات الناشفه الاول، وبعدين بحط اللبن الباودر. باودر اهي زي ما انتم شايفين، بودره ما بتدوبوش غير اللبن اللي فيه كوبايه حليب، سكر. ايوه يبقى كل الحاجات الجافه على بعضها. جوز الهند. بعد هيك هناخد نص معلقه بيكنج باودر لان هي بتبقى محشيه فلازم يكون عشان تبقى هشه. بس يعني ما بحطش كتير. اوكي وبعد هيك بقلبهم بس هم ناشفين، بحط ممكن بسيط جدا قرفه جواها، هي اكتر بره بس يعني عشان تاخد من طعم. على نفس العجينه بتاعت النموره بتحط قرفه شويه صغيرين. وبعد هيك بنحط الزيت الاول. يا نورهان. الو. ايوه نورهان ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ منوره يا قمر. منوره حبيبه قلبي، ما نتحرمش منك دايما في بيتك وفي مطبخ الحياه، ودايما متالقه يا قلبي. تسلمي لي يا قمر. شايفه غاده النهارده ازاي؟ ما شاء الله عليها. شايفه الامكانيات يا غاده ايه كده يا الله يخليكي، ان شاء الله تطلع زي كده. الله يعطيك العافيه يا رب. وشايف المنسف ما شاء الله بيجنن بيجنن. الله يعطيك العافيه يا رب. انا شايفه يا نورهان. شوفي انت معانا ونفسي ربنا ونفسك معانا، احنا على طول هنفرح. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا. وبعد هيك هنبقى متفقين يعني ان شاء الله بوجودك. الله يعطيك العافيه. ميرسي يا نورهان، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي يا قمر. يبقى هي قلبت الزيت مع المكونات الجافه كلها كويس، بعد كده حطت اللي هو اللبن الحليب. لو طلعت هيك زي هي، بس في سميد بشرب وفي لا. لو طلعت ناشفه بزود عادي مي، لان انا حاطه حليب بودره. فبجيب بس مي شويه. خدوا بالكم ان السميد زي الدقيق، في يعني انواع بتشرب عن انواع. فهي هتحط لما بصوا فهي شكلها بصوا مفروله ناشفه. ايوه ناشفه. فمفروض ان هي تبقى انعم واطرى من كده. عشان كده هي هتحط شوية مية عشان تطرى معاها، تحسي ان عجينة البسبوسة كده طرية معاكي عشان ما تطلعش ناشفة بعد ما تيجي تخبزيها. يا جيجي. ايوه. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور، ازاي حضرتك؟ اولا بشكرك على اكلك الجميل انت والضيفه بتاعتك. الله يخليكي، ميرسي ليكي. ممكن توطي التلفزيون احسن، انتوا فتحتوا نفسي للفته. تتفضلي معانا والله. تشرفينا. طب الله يخليكي، الله يخليكي. انا عايزه اسالك على الجلاش الطري، يا ريتك تقوله لي. الجلاش الطري طريقه ازاي اعمل الجلاش نفسه ولا ازاي اعمله اطبخه؟ لا 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 قصدك الرقاق؟ لا لا يتطبخ الرقاق الطري. الرقاق الطري. بنعرف نعمل الرقاق. الطري. الرقاق مش الجلاش. ماشي. من عينيا. الرقاق الطري. من عينيا. هقول لك الطريقه المصري وهي هتقول لك الطريقه الفلسطيني. مفيش احسن من كده بقى. سوري انا بس فكرت. لا 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 هنقول لها، ما لسه الحلقه معانا كتير. بصوا هي دهنه الصينيه طحينه وحطت نص مقدار النموره اللي هي البسبوسه نص، وبعد كده بصوا بترش قرفه. يا صفاء. الو. الو. صفاء. صفاء. اهلا يا ايه. اهلا صفاء، ازيك؟ اهلا بيكي، ما شاء الله عنكم اليوم عاملين لنا اكل حلو كتير يعني. الله يخليك. الله يخليك يا صفاء والله، انت اللي ما شاء الله عليكي.
لا ما شاء الله عنك يا آية، دايما متألقة ودايما أكلاتك حلوين ودايما متابعينك، يعني اليوم فعلا يوم حلو، عملتونا أكل حلو كتير. إيه والله يا صفاء ما شاء الله، يعني لما بتيجي الشهادة من واحد بروفيشنال الواحد سعيد بنفسه. تسلم يا رب حبيب. الله يخليكي ودايما هيك في تألق يا آية. الله يخليكي تسلم. إيه رأيك في أكلة غادة؟ حلو طبعا. غادة ما شاء الله عنها، ما شاء الله أكلها حلو كتير، وإن شاء الله بتكمل حلو. بقى عندي بتاعت المنسف كله. يا صافي حبيبتي على طول عملنا زي منكم. نتعلم منكم. الله يخليك يا سما. تسلمي حبيبي. تسلمي. الله يخليك. ربنا يوفقكم. باي باي حبيبتي. مع السلامه. باي باي. بصوا البسبوسه عشان كده هي طريه معاها ازاي، ناخد بالنا من النقطه دي، ان لو انت لقيتي المقدار ناشف شويه نزود شويه ميه عشان تبقى طريه معاها. يعني هي بتفردها بكل سهوله. واهم شيء كمان في الخبز يبقى الفرن حامي. على كام مثلا الاول محمياه، وبعد هيك هي في قالوا 180 او 200 بس. وهنزينها بس بالجوز هيك على طول. أوكي. هيك بس عشان ايش تبقى كل قطعه بعد هيك. هو ده الجوز اللي هو عين الجمل. احفظه بقى. لما بنقطعها بيطلع شكلها حلو كتير. طبعا اكيد. معلش. هنحفظ. احنا بنقول تقارب بين الشعوب العربيه ليه؟ عشان كده. استنوا بس لما اجيب لكم العراقيين والكويتة وشوفوا بقى الاسامي. احنا بنبتدي بالسهل. اهي عملت لنا كده النموره زي ما قالت. هندخلها على فرن متحمي على 180 ل 200 حسب حراره فرنك. بنسيبها قد ايه يا غاده؟ نص ساعه. بتقعد نص ساعه في الفرن. واهم شيء على الحامي لانه لو بارد وهيك بتنشف. هتنشف معاكي.